السلامكم الاخوة، كديرين بخير؟ اليوم اصبحنا نهار اثنين، غادي نمشيو نديرو الفيدونج ديال كيمكو اكا 550 ونجربو لا فيتيس ديالو شحال غادي تولي من بعد ما درنا الفيدونج، ونشوفو اكزاكتومون شنو غادي يبدلو فيه، شنو غادي من بعد 15000 كيلومتر شنو غادي المركز التقني ديال كيمكو شنو غادي يلقاو خص داكشي يتبدل. تابعوا معنا. هانتوما كما كتلاحظوا الاخوه، شارع 2 مارس تتوصلوا للكي اف سي، راه بقى تما الشوروم فين كيبيعوا الموطر، هنا الزنقه الاولى على اليمين ثم الزنقه الاولى على اليسار. ايوا كتجيبكم لاتولي موطار اللي هو هذا هنا فين كيصاوبوا المطر الكبار، هنا راه بالرونديفو. السلام عليكم الاخوة، انا حطيت الموتور في لاتولي باش يتصاوب، وانا طوندون بيد ما تصاوب كاينه واحد القهية واحدة تجلس حدا، جلس فيها واحد ساعة ولا هذا بيد ما تصاوب لك الموتور. وانا غادي نستغل هاد البوز هادي باش ندوي على شي نقاط ما دويتش عليهم. بالنسبة للموتور راه كيدار ليه ميزاجور على طريق لابليكاسيون ديالو. هانتوما هاي لابليكاسيون عندي هنا نوريكم، هاي سميتها نودوي، لابليكاسيون سي هاهو اكتيفي بلوتوث، كاتب ليا اكتيفي بلوتوث بور بيرميتر نودوي كونيكتي و زاكسسوار، يعني الموتور بعيد باقي ما مكونيكتيش. هنا كاين لي ريغلاج ديالو، انفورماسيون سكوتر سي، نيميرو شاسي، جميع المعلومات اللي عليه، ماي سكوتر تقدر تسميه ودير ميم لي ميزاجور، تدير انفورماسيون نافيغاسيون فهمتي، كدير كاع داك لي ريغلاج اللي بغيتي، وكدير حتى لي بريفيرونس امتى البلوتوث، ها انت لا ديستانس واش بغيتي بالمايل بالكيلومتر، تمبيراتور بفرنهايت ب دوغري، فورما دو لور 12 24 اور، لوميير دو بيان فوني، شنو لوميير دو بيان فوني، موتور فاش كتقرب حداه كيبدا يكلينيوطي الطابلو دبور، زعما فوالا انا جيت، زعما انا هو الموتور ديالك. ربما تكون في شي عندي غارديان ولا باركينغ وكاينين جوج بحال وما عرفتيش الموتور ديالك، هو كيبدا لمنوزيتي اوتو دافيشاج، يعني الا كان نهار ولا الليل هو قال لي بلوتوث، الا كان نهار ولا الليل راه راسو دوري دو في بلوتوث، انا دايرها رابيد كاين نهار 1 داي 2 داي 3 داي ولا رابيد يعني 3 السوايع ماكسيموم كيبقى خدام بلوتوث ديال الموتور وكيدفع. تخاصي فواياج باش ترجع تشوف فين مشيتي فين جيتي، انا مالي فين مشيت فين جيت وبلادات وبكل شيء. دوميسيل بيرو غو، المهم هذا بالنسبه للابليكاسيون. بالنسبه للمواصفات ديال الموتور كاينه واحد الابليكاسيون اخرى انا نوريها لكم دابا، كاينه واحد الابليكاسيون اخرى سميتها اكا 550، كتدخل فيها غير هادي غير تتبين الكاركتيرستيك ديال الموتور و اشنو كاين اشنو اللي ما دويتش عليه البارح، هو انه كاين هنايا الليد فول ليد، كاين واحد الكرون ديال هذا تيخرج الموتور من لاتولي ونشعلوهم، كاين سينيال قدام ليد،
كاينين بزاف هاد لابليكاسيون كتبدل حتى لي كولور، تشوف لي كولور ديسپونيبل وكيفاش غادي يجيو في الموتور وكيفاش تختارهم على كولور ديالي انا. المهم انا غادي ندوي دابا على لي كاركتيرستيك ديال الموتور اللي هما بالنسبه لي كاركتيرستيك ديال الموتور هو انه فيه 550 سنتيمتر كوب اكزاكت، ما زايد لا فيربول لا ناقص، وفيه مقسوم على دو سيلندر. بالنسبه لا بويسونس ديال لي شيفو فيه 53.4 شيفو، بالنسبه للتي ماكس فيه يلا 46. وعلاش تي ماكس عندهم هذا المشكل ديال لا بويسونس ديال لي شيفو؟ حيت مزيرينهم باش يكون سو لي نورم ديال اورو 4. اورو 4 ما خصوش يكون فيه لي زيميسيون ديال سي او 2 بزاف، داكشي علاش هنا كيمكو كيتفوق على تي ماكس في هذه القضيه. و فيه لابيس، فيه انتي باتيناج قلنا البارح. بالنسبه لو بوا فيه 226 كيلو، جوانت 15 بوص اللورو القدام، توا اورو 4. بالنسبه للغيزيرفوار ديال ليسانس 15 اترو، لومباكمون 158 ملي متر سنتيمتر، 158 سنتيمتر. اشنو لومباكمون؟ هو المسافة بين الرويضة اللورانية والرويضة القدامية. أما بالنسبة للطول الكلي ديالو فيه 216 سنتيمتر ونص، يعني 2 متر و16 سنتيمتر ونص. هو راه مجموع شوية على المطار الآخرين حيت سبورتيف. إيوا سيدي، هادو كانوا لي كاركتيريستيك ديال الموتور. بالنسبه للثمن راه كان العام اللي فات كانوا دايرين ليه لا ميزون كيمكو دايرين ليه 11 ونص ريبوبليك، دابا داروا ليه بروموسيون راه داير تقريبا 10 المليون و 8000 درهم ولا 11 مليون ما بين 10 مليون 8000 درهم و 11 مليون في لا ميزون، داروا ليه بروموسيون نقصوا ديك 5000 درهم. ايوا هاد الموتور اللي عندي هذا زايدين فيه لي زاكسسوار تقريبا 21000 درهم ديال لي زاكسسوار، وكنت خديته ب 11 ونص العام اللي فات، موديل 2019 شهر 7. ورانا راه البيع اللي بغى يشريه مرحبا، يعيط لي في الديسكريبسيون، غادي نخلي النيميرو ديالي يدوي معايا يا اما في بار تيليفون ولا بار واتساب. ونتسناو الموتور يخرج ونديرو التيست ديال داك من البلاكه للطودان ونشوفو لا ديفيرونس. انا مني دخلت دابا لاتولي قالوا لي عندك فلتر، غادي تبدل الفلتر ديال البرد والديسك اللوراني ديال الفران، حيت لقاوه تعرض للحراره اكثر من القياس، وما موكولش مي تعرض للحرارة ولا زرق، دونك يقدر يتهرس في اي وقت. صافي غادي يبدلوه هو ولي بلاكيت ديال الفران ديال لور، زائد الفيدون زائد التقلاب ديال كلشي. انا غادي ندير لكم تصويرة ديال الموتور هو كيتصاوب. انا كاينه واحد القضيه ما ذكرتهاش، هو انه لا فيتيس ديكلاري ماكسيمال ديال الموتور هي 161 كيلومتر في الساعه، ولكن انا كنأكد انه شديت به 189 وكان مازال باغي يزيد. وكنشوف دي فيديو ديال دي تيست درايد انه كاين شي وحدين شدوا به 198 كيلومتر في الساعه. وبالنسبه للكادر ديال الموتور راه 100% الومنيوم،
خفيف والوزن ديالو موزع كما قلت البارح في الحلقة 7، قلت باللي الوزن موزع على الرويضة القدامية والرويضة اللورانية. ملي كدير ميزان كتلقى لو ميم بوا في الرويض بجوج، ملي كدير جوج ديال الميزانات وكتحط الموتور فوق الميزانات كيعطيك نفس الوزن. وهذا شنو هذا معناته؟ انه في الفيراجات تقدر تميل وتقدر ما كيهربش بيك في الفيراج، انت اللي كتحكم بيه، كيكون خفيف وسهل و بيان سيكوريزي. وبالنسبة للخيل اللي كاين في لاكارت غريس اللي هو كيعملوا به القوة الجبائية اللي كينعملوا بها هنا في المغرب، اللي كاين في لاكارت غريس هو أربعة ديال الخيل، أربعة ديال الخيل. بار كونتر لي شيفو كاين 53.4 ديال لي شيفو ديال التورك ديال الكيمبو اكا 550. بالنسبة لتي ماكس 46 شيفو، يعني لاحظوا الفرق. بالنسبة لتي ماكس انا نعترف به، والتي ماكس ديور عنده على حساب لومبرياج ديالو، على حساب الصوت ديالو. عنده تيبار مجهد على الاكا، ولكن في الطريق الاكا كيلوح تي ماكس، وكاين دي فيديو كيبينو هادشي. السلام عليكم الإخوة، كديرين بخير؟ ها هو الموتور يلاه خرج من الريفيزيون. ها هو لاتيري موتار، كلفات الريفيزيون 1400 درهم، 1400 درهم. بدلو فيها كاين الزيت 10.50 على ود السخونية، 10.50 ثلاثة يطرو بميتين وثلاثة وثلاثين درهم فاصلة 76، وفلتر ديال البرد بمية وثلاثة وثلاثين درهم، والديسك ديال الفران لور بأربعمية وخمسة وثلاثين، وبلاكيطة ديال اللور 170، سيران بروك ديال لومبرياج 8 القياسات ب 103. ايوا لا ماندوفر 83.5 دارو ساعة، وهادي 8 درهم معرفتش شناهي ديالاش. المهم هاد لي بري اور تاكس تي تي سي جات 1400 درهم. هاي الريفيزيون الجاية 20,000 كيلومتر. كما كتلاحظوا الإخوة، ها هو ديسك الفران جديد، شيه هو جديد، بلاكيطات جداد، فلتر ديال البرد هو جديد. كاين واحد النقطة ما تكلمتش عليها البارح، هو أنه بالنسبة للموتور هو فول ليد، لا السينيانات القدام، وكاين هادو النياب هادو كيشعلو بالليد، شام كيشعلو بالليد. طو ما كيشعلش، كان في الاول كيشعل مع الكونتاكت، اون فوا كدير الكونتاكت كيشعل الضو. نادو دارو ميزاجور صيفطوها لنا في البورتابل، من تكونيكتا البورتابل مع الموتور دارت واحد الميزاجور، ولا الضو القدام كيشعل حتى كيديماري الموتور. هو الضو ديال اللور، هاد جوج خطوطة تاع السينيال اللور فول ليد. بالنسبة نوريكم الضو ملي كيشعل، انا غادي نديماري. هو شعل. بالنسبة للفار، هو الفار كل شيء ليد.
دابا نمشيو نديرو التيست. ها هو مكونيكتي اسبريس. نمشيو نديرو التيست ديالنا في زنقة الأمير عبد القادر. الإخوة باغين نوصف لكم الإحساس ديالي من بعد ما خرجت من لاتولي مركز الصيانة كيمكو، هو أنه الموتور حسيت به خفيف بزاف، يعني عاكة نغزو كيزيد، ما بقاش تقيل بحال في الأول، يعني لاحظت الفرق كاين، ما بقاش فيه الصداع ديال الماكينة، نقص واحد شوية، هذا حيت الزيت جديد، ولا كيتنفس مزيان حيت الفلتر ديال البرد تا هو جديد. وحاجة أخرى اللي لاحظت هو أنه بالنسبة للفران لوراني حيت باقي ما ترداش، واخا كنشدو واخا كنورك عليه راه ما كيفرانيش مزيان، دونك هذا عادي حيت باقي الفران الديسك ديال الفران جديد والبلاكيطات جداد. اصلا انت ديما مني كتشري طوموبيل ولا موتور ولا هذا جديد شنو كيقولك؟ كيقولك ما تكسيريش ما تمشيش ما تفوتش واحد السرعه حتى يترودا كلشي، حيت لي بيس ميكانيك يلاه ركبو، كاين لورمات كيتروداو، كاين البنوات كيتروداو، كاين الفرانات كيتروداو، الفرانات كيتروداو على تقريبا على إلا كنتي في المدينة على 100 كيلومتر الأولى، يعني الفران اللوراني أنا ما خصنيش نعول عليه، حيت باقي يلاه تركب باقي جديد، يعني خصني نرد البال معاه. إيوا أنا دابا غادي في طريقي لزنقة الأمير عبد القادر باش ندير لكم تيست ديال كيفاش كان الموتور. كنا البارح شد السرعة ديال 117، اليوم غادي نشوفو شحال غادي يشد. الإخوة أنا في زنقة الأمير عبد القادر، غادي نمشي لنقطة البداية ديالها. واحد النقطة كنت باغي نشير ليها هو أنه الموتور كان فيه ديفو ديال الفران، ديال الفران ديال الباركينغ، كانت البولة ديالو كتشعل ليا في طابلو دبور بوحدها، والناس ديال مركز الصيانة بدلوها ليا في الكارونتي، يعني فاضل ما خلصتهاش، تبدلات في الكارونتي، حيت هاد الموتور هذا خصوصا هذا كاين بو اكا 550 كارونتي 4 سنين على بياس كامل، يعني اي ديفو بان في شي بياسة كيبدلوهولك في الكارونتي بدون مقابل، وهذا الشيء اللي خلاني نشري انا كيمكو ونشري هاد الموتور هذا، هو انه عندهم سيرفيس ابري فونت رائع. واخا اليوم الزنقة شوية عامرة، انا كنتسنى شوية تخوا باش نديرو التيست ديالنا في امان، وباش تلاحظوا معايا الفرق ديال البارح شد 117 ونشوفوا اليوم شحال غادي يشد. احنا دابا كنتواجدوا في زنقة الامير عبد الله، راه البلاكا هاد البوطو بحال ديما، كنتسنى غير تخوى الطريق. توكلوا على الله، بسم الله. شوف الإخوة، الموتور دخل في الضوضان بسرعة 123 كيلومتر في الساعة، مع العلم أنه اليوم كاين الريح أكثر من البارح، يعني يكون كان الجو ديال البارح أنا متأكد كان غادي يشد واحد 127 حتى 130 كيلومتر في الساعة. المهم
هذا هو الفرق ديال فاش كدير الفيدونج في الوقت وكتتبع المعايير التقنية ديال الفيدونج ديال الفحص التقني. اللي بغيت نشير ليه هو انه هذا الموتور تشرى ب 11 مليون ونص، ودارت ليه لي زاكسسوار هذيك توب كيس ديال اللور دايره 3000 درهم، والتكايه ديال التوب كيس دايره 600 درهم، وستوب ديال التوب كيس داير 600 درهم، ولي سيبور ديال التوب كيس دايرين 1200 درهم، شنو سميتو والكاسكات وكل شيء. الكاسكات دايرين 3000 درهم الواحد، جوج كاسكات، كاسك واحد فيه ستوب لور وفيهم بلوتوث بجوج، لي كاسك موديلابل كيوليو انتيغرال وكيوليو كاسكيطا وكيوليو كتبدل لهم الفيزيير مونطونيير وداكشي، يعني يقدروا ياخذوا شكل 9 ديال الاشكال، يعني كل مره بحال عندك كاسك في شكل. وكاين جيلي ايرباغ مشريب ب 7000 درهم امبورتي من انجليز، كاين الباش ديال الموتور، كاين فيزيير سبور، يعني ما مجموعه كاين ليغات، كاين ما مجموعه تقريبا 21000 درهم ولا 25000 درهم ديال لي زاكسسوار، يعني القيمه الاجماليه ديال الموتور بلي زاكسسوار ديالو تقريبا 14 مليون. 14 مليون دار بدابا عام، عنده عام 15000 كيلومتر، موديل 2019 شهر 7، الاخر ديال شهر 7. هذا الموتور راه هو للبيع، اللي بغى مرحبا يعيط ليا في الديسكريبسيون، غادي نخلي النمره ديالي يعيط ليا ولا يدوي معايا في واتساب. اللي بغى المزيد المعلومات مرحبا، اللي بغى يشوفه مرحبا. ونتمنى هذه الحلقه تكون عجباتكم الاخوه، وما تنساوش تبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم، وديروا لنا لايك الى عجباتكم، الى ما عجباتكمش ديروا ديسلايك. شكرا، ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه مقبله احسن من هذه ان شاء الله.